أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة عبر منصة سودانية 24. تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان المواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان، وكان في استقبالها الفريق والركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، حيث تلقى تنويرا عن سير العمليات من قيادة المتحركات. كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين، وقال البرهان إن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان الميليشيا المتمردة ومرتزقتها، مؤكدا الالتزام برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين في جميع أنحاء البلاد. كشف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومرسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث عن دعوة الطرفين المتحاربين في السودان لاجتماع مشترك لبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودانيين الذين يحتاج نصفهم تقريبا، أي حوالي 25 مليون شخص للمساعدة. وأضاف: خلال الأسبوعين الماضيين أجريت اتصالات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي للوفاء بالتزاماتهما بشأن إيصال المساعدات. أعلنت الكتلة الديمقراطية عن تأجيل اجتماع كان مزمعا اليوم الخميس مع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات إلى يوم الجمعة لأسباب فنية. وقال المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم بحسب سودان تربيون إن التأجيل هذه المرة يعود لضعف في التنسيق أدى إلى تأخر وصول بعض وفود الكتلة الديمقراطية إلى جوبا. وكشف عن أن الكتلة الديمقراطية ستقدم خلال اجتماعها مع سلفا كير رؤية تشمل ضرورة إجراء حوار شامل لا يستثني أحدا ومعالجة الأسباب التي أدت للحرب، خاصة عدم استئثار جهة أو مجموعة بقرار الحوار وآلياته كما حدث في الاتفاق الإطاري. بحث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان العمامرة مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر الأوضاع في السودان. وقدم العمامرة شرحا لمهامه كمبعوث شخصي وأبدى رغبته في تنشيط العمل للوصول إلى إيقاف إطلاق النار في السودان كما أيدا منبر جدة. إلى ذلك قالت وكالة الأنباء السعودية إن نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين. أقر شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بتعقيدات وصعوبات تأخر تنظيم ورش متخصصة تسبق المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. وقال في تصريحات صحفية إن التحضير يشمل عدة جوانب من بينها إعداد الأوراق التي ستقدم في هذه الورشة وتحديد المشاركين وسبل وصولهم إلى مكان انعقاد الورشة. وأضاف: هو أمر معقد بالنظر إلى القضايا المرتبطة بالحصول على تأشيرات الدخول وتحركهم في ظل التهديدات الأمنية الواسعة من قبل القوات المسلحة والإسلاميين في الولايات الواقعة تحت سيطرتهم تجاه الفاعلين السياسيين والمدنيين. قدم القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة السفير محمد عبد الله التوم شرحا للممثل الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مصر والسودان نوريا سانز حول المخطط التآمري الذي تقوم به ميليشيا الدعم السريع واستهدافها المتعمد لكل المخزون الثقافي والتراثي السوداني وتدميرها كذلك للمواقع الأثرية والمتاحف ودور الوثائق وقواعد بيانات المؤسسات والوزارات بشكل عام. وتطرق الاجتماع إلى ما يمكن أن تقوم به الهيئة الدولية من دور في حماية وصيانة هذا التراث الثقافي والتاريخي، وتناول الجهود التي تقوم بها السفارة بشأن ضمان استمرار عمل المدارس ومؤسسات التعليم السودانية في مصر لتوفير التعليم لأبناء السودانيين المقيمين في البلاد وما يمكن أن تقوم به من جهود مشتركة مع اليونسكو في هذا الإطار.
يواجه المئات من النازحين بمراكز الإيواء في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور أوضاعا مأساوية بسبب انعدام مياه الشرب لأكثر من أسبوعين، مما أجبرهم على الاعتماد على مياه الآبار الخاصة في ظل عدم امتلاكهم لقيمة المياه. وقال أحمد يحيى ممثل نازحي كتم بمركز إيواء مدرسة علي بن أبي طالب بحسب دارفور 24 إن المنظمات التي تمد النازحين بالمياه بالتنسيق مع مشروع إصلاح البيئة الحكومي أوقفت خدماتها دون ما أسباب واضحة، مما تسبب في معاناة النازحين بالمركز. وفي السياق طالب حسن سليمان طاهر عضو اللجنة العليا لإيواء نازحي طويلة بمخيم أبو شوق جهات الاختصاص بضرورة عودة التناكر لمد النازحين بخدمات مياه الشرب. شكى أصحاب الأمراض المزمنة بإقليم النيل الأزرق من عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. وقال مرتضى يوسف رئيس نقابة الدراميين بالدمازين بحسب راديو دبنجا إن الأدوية غير متوفرة، فضلا عن عدم وجود اختصاصيين للأورام، مما يضطر المرضى للذهاب إلى القضارف وبور سودان وغيرها من المدن للعلاج، مشيرا إلى أن هناك 3 مراكز إيواء بالنيل الأزرق، ومع فصل الشتاء يحتاج النازحون إلى الأغطية مع انخفاض درجة الحرارة. أعلن السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز عن إعفاء الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية، وأكد إمكانية تسوية مرتبات الأساتذة السودانيين أسوة بالأساتذة الليبيين في الجامعات الليبية. وقال إن ذلك جاء بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية فيما يخص اتخاذ إجراءات بالجامعات الليبية تتعلق بالسودانيين الدارسين والعاملين بها. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.